قراءة سورة الإخلاص في الركعتين، هل هو جائز؟ يعني لا الركعة بأس الأولى أن يقرأ والثانية. الإخلاص في كل ركعة، وقد جاء ذلك فيما روته عائشة في الصحيح أن رجلا بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، عليه الصلاة فكان والسلام. يقرأ بأصحابه، فإذا أراد أن يختم إذا أراد أن يركع قرأ سورة الإخلاص، وذلك في كل ركعة. فلما رجعوا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن فعله، فقال سألوه لما يفعل ذلك، فقال إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، فقال أخبره أن الله يحب، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولم ينكره، وهو داخل في عموم قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن.